في جوهم ضع بصمتك إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم إنها صلاة الفجر، ملائكة شهود ومؤمنون ركع سجود، وأعمال ترفع وعبادات تنفع وتشفع. إنها الصلاة اليتيمة، صلاة الفجر، تئن من قلة الحاضرين وتندب حظ النائمين. إنها صلاة الفجر، ما فضلها؟ ما عقاب تاركها؟ ما حقها علينا؟ وكيف نستيقظ لها؟ تعالوا نضع بصمة في صلاة الفجر مع الجماعة.